بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان ونفضل بعضها على بعض في الأكل.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ويفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك هم فيها
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل وما تغيب الأرحام وما تزداد وما سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العلي